الرحمن الرحيم. السادة والسيدات، أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي الحبيبة، يسرني أنا سيد صابر المعلق الرياضي أن أتشرف بنقل مباراة الدور القبل النهائي في بطولة المرتبط لكرة السلة من صالة هيئة نادي القناة بالإسماعيلية، والمباراة بين فريق النادي الأهلي ونادي سبورتينج. ده الدور قبل النهائي. قبل المباراة دي أقيمت مباراة المرتبط تحت 16 سنة، واستطاع فريق النادي الأهلي المرتبط أن يفوز على مرتبط سبورتينج بنتيجة 68-59. النادي الأهلي في طريقه للمباراة النهائية إن شاء الله لابد أن يفوز بهذه المباراة. المباراة النهاردة هيبدأ النادي الأهلي بتشكيل من عمر طارق المنتقل حديثا في صفقة من عار الثقيل للنادي الأهلي من نادي الجزيرة، حاتم البحيري، محمد بن نصر، أليكس يانج، ولاعب فريق تحت 18 سنة الذي بيدفع به الكابتن أشرف للظروف اللي هقولها لكم فيما بعد، محمود وليد رقم 11. أما نادي سبورتينج فبيبتدي بباسم الليسي، أحمد هشام، محمد الليسي، إبراهيم حجازي، ويوسف شحاتة. كل التوفيق للنادي الأهلي. قبل المباراة ديت مر النادي الأهلي بظروف صعبة جدا، إن في 5 لعيبة أساسيين ما بيلعبوش النهاردة، 3 لعيبة لإصابتهم بفيروس كورونا شفاهم الله وعافانا وعافاكم، وهم إيهاب أمين وعمرو الجندي. وطبعا أنت تتخيلوا إن النادي الأهلي بيلعب من غير إيهاب أمين وعمرو الجندي، يعني بيلعب من غير أحسن جاردين موجودين في مصر، وكمان عفضيل طه. على بركة الله بدأت المباراة. حاتم البحيري بيدافع عليه ابراهيم حجازي، البحيري، عمر طارق داخل بيخش وبيسجل اول نقطتين للنادي الاهلي، بيطلب الحكم ان فاول. خلاص يا عمر، 2-0 لصالح النادي الاهلي. احمد هشام، باسم الليسي، محمد الليسي، اسف خرشت، يوسف شحاته لخرشت، المخضرم احمد هشام بيشوط بثلاثه بيسجلها، اول ثلاثيه من احمد هشام. 3-2 لصالح سبورتنج. أليكس يانج محترف الأمريكي، تاني موسم مع النادي الأهلي، الموسم اللي فات كان رائع وكان في بدايات الموسم ده برضه هايل. حاتم البحيري 3 بونت من حاتم البحيري ما بيسجلهاش، اسمها باسم الليسي، يديها لإبراهيم حجازي، يوسف شحاتة، خرشد، يوسف شحاتة بيباص اسيست كويس قوي لخرشد اللي بيوصل لكن ما بيجيبهاش ويلمها تاني، وتطلع لباسم مميز في الثلاثيات. باسم الليسي فعلا بيسجل، بداية قوية من نادي سبورتنج. 6-2 لصالح نادي سبورتنج. وفي الدقيقة و20 ثانية حاتم البحيري ضغط عليه يوسف شحاتة، عمر طارق بيدور على حد يديله، حاتم البحيري، أبو النصر، محمد أبو النصر، 4 ثواني لازم يخلص يا محمد، بيخترق بطريقة جميلة، برافو يا محمد يا أبو النصر، هو بيتميز بالاختراقات محمد أبو النصر، وبيحصل على خطأ من باسم الليسي يستوجب رميتين حرتين. زي ما بقول لكم فريق النادي الأهلي من بعد الفوز على الزمالك في الدور قبل دور الثمانية وإقصاء نادي الزمالك بنتيجة 3-1 تعرض لعدة إصابات. عايز أقول لكم إن إيهاب أمين، عمر الجندي، عفضيل، مودي، وكان قبل كده مودي الجرحي، وقبل كده كان أحمد السرعاوي، وكمان إبراهيم الجمال عنده جزع شديد في كاحل، ولكن هو في السكور نرجو إنه يكون كويس. لكن دايما إحنا كلنا متعودين إن الأهلي بمن حضر، وإبراهيم النصر بيضيع الأولى وبيسجل الثانية. 6-3 لصالح النادي سبورتنج، ودفاع متقدم من النادي الأهلي. توصل لحجازي، شحاتة، باسم الليسي بيعمل ستار، الليسي، حجازي لخرشد، أحمد هشام بيخترق بيديها لأحمد لخرشد اللي بيقف وبيسجل لتصبح النتيجة 8-3. البداية كويسة لسبورتنج، النادي الأهلي لسه ما دخلش في الجيم بقوة. أبو النصر، عمر طارق بس وحشة قوي يا عمر، لأحمد هشام، ليوسف شحاتة، نادي سبورتنج، أحمد هشام،
يدي الناس اللي بيدافع عليه محمود وليد لاعب فريق 18 سنه زي ما قلت لكم. خرشت احمد هشام، احمد هشام، ابراهيم حجازي، ثلاثيه من الجيش اللي معه عمر طارق، بحيري، اليكس يانج، محمود وليد. برافو يا محمود يا وليد، ايه يا ولد الثقه اللي في نفسك دي؟ ما شاء الله لعيب لسه تحت 18 سنه وبيبتدي بيك كابتن اشرف في مباراه صعبه زي مباراه دور قبل النهائي دورة المرتبط. برافو يا محمود يا وليد، هايل طبعا، دي تدل على ثقه الكابتن اشرف في اللعيب. وادي دفاع جيد جدا من محمد ابو النصر، بياخد يحصل على هجومي من ابراهيم حجازي. طبعا الجهاز الفني للنادي الاهلي جهاز على اعلى كفاءه موجوده، الخبير القدير الكابتن اشرف توفيق مديرا فنيا، ومعاه الخبير القدير كابتن سيد مصطفى المدير الفني السابق اللي بيتعاون مع كابتن اشرف كمدرب عام، وكذلك مستقبل التدريب في كره السله في النادي الاهلي الكابتن احمد الجرحي مدرب، والكابتن طارق الغنام اسم كبير مدير اداري، والكابتن وليد الخراط اداري الفريق. اليكس يانج، عمر طارق، محمود وليد، 8-5. اليكس يانج بيخترق وبيوصل، وبرافو عليك يا اليكس، وبيسجل نقطتين 8-7. وفاضل من زمن الربع الاول 6 دقائق و40 ثانيه. محمود وليد بيضغط كويس، برافو يا محمود. محمود وليد زي ما قلت لكم لاعب صغير، كابتن اشرف توفيق مضطر النهارده انه يدخل 3 لاعبين صغيرين في التشكيله بتاعت النهارده. دخل محمود وليد اللي انتم شايفينه في ملعب رقم 11 وعبد الله ناصر، ومدخل عبد الرحمن حسام مودي حسام لاعيبه ال 20 وال 18 سنه. احمد هشام، خرشت، ابراهيم حجازي، يا سلام يا عمر يا طارق، لكن الحكم بيقول عمر طارق بيعمل بلوك روعه، لكن الحكم بيقول فاول على 77 حاتم البحيري. شفتوا في الاعاده عمر طارق عمل بلوك رائع، لكن كابتن ياسر جمال اهوت الحكم الدولي في الصوره بيصفروا فاول، بيتناقشوا اذا كانت الكره باسكت ولا لا. طبعا هي مش باسكت لان عمر خد الكره بلوك وهي طالعه. شوتين ابراهيم حجازي، 8-7 للنادي الاهلي. ابراهيم حجازي بيسجل الرميه الحره الاولى، برافو يا ابراهيم. الرمية الحرة الثانية، ابراهيم حجازي بيشوط وبيسجل، برافو. يبقى 10-7 لصالح نادي سبورتنج، وباقي 6 دقائق و20 ثانية على نهاية الفترة الأولى. حاتم البحيري، صانع ألعاب النادي الأهلي، حاتم البحيري، دفاع ضاغط من يوسف شحاتة لعمر طارق. حاتم البحيري، محمود وليد، عمر طارق، أليكس يانج بيخترق. أليكس، يا سلام يا أليكس، وبيحطها من الناحية التانية، لكن بيلمها محمود وليد وهو طالع. خرشت بيعمل له بلوك، وادي كورة يقطعها ابو النصر، برافو لمحمود وليد، طلعها لعمر طارق. طبعا مش بتاعت عمر طارق ديت، المفروض محمود وليد ما تبصهالوش. طبعا محمود وليد غلطان، بس طبعا ناقص خبرة. وعمر طارق بيحتسب الكابتن تامر حكمنا خطأ المشي بالكورة عليه. احمد هشام سبورتنج، خبرات كبيره احمد هشام، بيتعمل عليه دبل تيم، طلعها على طول لباسم الليسي، ثلاثيات باسم الليسي، ما بيجيش المره دي. اللي مع عمر طارق، برافو يا عمر. اليكس يانج من حاتم البحيري، اليكس يانج بيكمل يروح وبيوصل، تاني مره بيخش وبيرميها اي حاجه اليكس يانج المره دي، ما بيسجلش. حجازي، حجازي بيخترق، بيعمل اسيست رائع، لكن عمر طارق ما حدش يخترق من هنا، عمر طارق وادي اليكس يانج. ابراهيم ابو النصر بيقع على ظهره المره الثانيه، كان مصاب ماتش الزمالك، وقع على ظهره بالزحله، بيقع على ظهره وبيفقد الكوره. حجازي ثلاثيه ما بيجيش، يلمها محمود وليد، 10-7، وبقى من الزمن 4 دقائق و50 ثانيه من زمن الفتره الاولى. البحيري، ابو النصر، يانج، عمر طارق، باص كويس من اسيست من كويس من اليكس يانج، عمر طارق بيلفه بسهوله جدا بيحطها، 10-9 لصالح نادي سبورتنج. خرشت، احمد هشام،
يوسف شحاتة، يوسف شحاتة، احمد هشام، ثلاثيات احمد هشام بيسجل، ومحمود وليد بقلة خبرة كده بيعمل معاه فاول، يبقى ثلاث رميات شوطة بثلاث نقط محتسبة، وليه رمية اضافية يعني لو جابها هيسجل اربع نقط، وده ممكن اعلى حاجة يسجلها لاعب في المباراة في 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 تراي واحد او في محاولة واحدة. احمد هشام ما بيجيبهاش مع عمر طارق، 13 9 لصالح نادي سبورتنج. البحيري بيهدي ملعبه، حاتم البحيري، عمر طارق نجم كبير، عمر طارق في صفقتين من عيار الثقيل، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب السنة دي عمل تدعيمات كبيرة جدا لفريق كرة السلة، بالإضافة لعمرو الجندي، وبالإضافة لعمر طارق، في أحمد حمدي، وفي مودي مصطفى، وفي أحمد مهيب، يعني النادي الأهلي وإدارة النشاط الرياضي بقيادة الكابتن رؤوف عبد القادر، كل اللي بيطلبوا الجهاز الفني بيحاولوا يلبها لهم علشان نرجع لمنصة البطولات إن شاء الله السنة دي. إبراهيم أبو النصر بيخترق وما بيسجلش لما محمود وليد، وبيطلع برافو يا محمود يا وليد، زي ما قلت لكم لاعب تحت 18 سنة ولغاية دلوقتي مسجل أربع نقاط وليه رمية إضافية، وأدي تغيير خارج أحمد هشام ونازل رقم 7 يوسف رفعت من نادي سبورتنج، 13 11 لصالح نادي سبورتنج. محمود وليد برافو يا محمود، مستقبل النادي الاهلي بخير ان شاء الله، قطاع الناشئين في النادي الاهلي عامل شغل كبير جدا نستفيد منه فريق الدرجه الاولى. الليسي، خرشد، يوسف شحاته بيشوط، يوسف مع البحيري ليانج، يانج يطلع يشوط وهو طالع، رقم 7 يوسف رفعت يرتكب ضده خطا يستوجب رميتين حرتين، اهو شفنا على البحيري اهوت بينقل الكوره وبدخلها اسيست كويس قوي ليانج وهو طالع، يوسف رفعت بيعمل معاه خطا، رميتين حرتين اليكس يانج، اليكس حتى ماتش الزمالك اللي احنا كسبناه كتير كان وحش قوي في الكوارتر الاول والتاني، بس الكوارتر التالت والرابع كان ايه حاطط 22 بوند في كوارتر واحد. اليكس يانج وبيسجل الثانيه ليعادل النتائج 13 13، وادي اول تغيير في النادي الاهلي، خارج حاتم البحيري ونازل محمد مصطفى او مودي مصطفى او مودي الصغير، وفي الناحيه الثانيه خرج خرشد ونزل اشرف ربيع، اشرف ربيع لعيب خبره نادي سبورتنج استخدمه السنه دي بنادي سموحه، يوسف رفعت في فاول على محمود وليد بيحتسبه كابتن تامر، نزل كمان عبد الرحمن خالد من نادي سبورتنج، 13 13 فاضل 3 دقائق على الربع الاولاني، هنشوف اهوت التراب، ادي محمود الحكم اعتبر ان هو زقه وصفر عليه خطا، يوسف رفعت لحجازي، حجازي يوسف شحاته، شحاته لاشرف ربيع، اشرف ربيع لخالد شو بثلاثه ما يجيبهاش، عبد الرحمن خالد، اليكس يانج ثلاثيه من اليكس يانج ما جاتش، اللي ما يوسف شحاته، يوسف شحاته حجازي بيحاول يخترق حجازي وبيقف طلع على اشرف ربيع بياخد كده ميديوم شوطه شوطه متوسطه ويسجلها اشرف ربيع، برافو يا اشرف، 15 13 لصالح نادي سبورتنج، وفاضل دقيقتين و20 ثانيه على الربع الاول، مودي مصطفى، ابو النصر، ابو النصر، عمر طارق، اليكس يانج اللي لسه ما اشتغلش كويس بيخش وبيغير اتجاهاته، عمر طارق بيلمها، الحكم بيقول ان هي على عمر طارق، يبقى اوت سايد لصالح نادي سبورتنج، هنبص هنشوف اهوت الكسندر بيضيعها، عمر طارق بيحاول تاني بيلمها
فعلا على عمر طارق، برافو يا حكم. يوسف شحاته، يوسف شحاته، اشرف ربيع من الشوط الثاني بيسجل 4 بونت ورا بعض. اشرف ربيع من المسافات المتوسطه يرفع الفارق ل 17 13 لصالح نادي سبورتنج. مودي مصطفى، محمد ابو النصر، ابو النصر بيحاول يخش وبيوصل وهو طالع بيطلب الحكم خطا، لكن الحكم بيقول له لا مفيش حاجه، تبقى اوت سايد لصالح نادي الاهلي. وادي ابراهيم الجمال اول مشاركه ليه بعد الاصابه، يا رب يا ابراهيم تبقى كويس وان شاء الله تأدي بخير. ابراهيم الجمال مكان محمود وليد. مودي مصطفى، ابو النصر لمودي، لمودي بيخبطها في رجليه وعشان كده الحكم بيشاور ان هو جدد زمن ال 14 ثانية. تغيير تاني لصالح النادي الاهلي، سيف سمير بيغير عمر طارق. سيف عمل ماتش الزمالك يا جماعة الاولاني هايل، كان هايل من احسن الماتشات اللي شفتها للسنة دي سيف سمير. ادي مودي مصطفى، ابو النصر، الجمال، الجمال بيقف وشوت يا ابو جمال ما تجيش، يلمها عبد الرحمن خالد ليوسف رفعت، لعبد الرحمن خالد ليوسف رفعت. النادي الاهلي بيلعب دفاع مان تو مان زي ما انتم شايفين. لحجازي، عبد الرحمن خالد، سامي هوك كده اهوت بيحطها خطافيه، يرفع السكور ل 19 13 لصالح نادي سبورتنج. محمد مصطفى، مودي، سيف سمير، سيف سمير، اليكس يانج بيوصل، اليكس يانج ما بيجيبهاش ويلمها تاني. ابو النصر بيوصل، ابو النصر ويسجل، ابو النصر برافو يا ابو النصر. اختراق جيد جدا من محمد ابو النصر، زي ما قلت لكم هو بيتميز جدا بالاختراقات ديت. 19 15 30 ثانيه على نهايه الربع الاول. يوسف رفعت لاشرف ربيع، برافو يا اشرف اللي مرتين، لكن في الاخر توصل لمحمد مصطفى. محمد مصطفى، محمد مصطفى، ابو النصر بيخترق بيطلع للجمال، الجمال لاليكس يانج، ثلاثيه من اليكس يانج، اخيرا فكها اليكس يانج وبيسجل ثلاثه وتصبح النتيجه 19 18. اربع ثواني بيشوطها في الاخر ابراهيم حجازي لكن ما بيجيش. بينتهي الربع الاول بتقدم نادي سبورتنج على النادي الاهلي 19 18 في مباراه او المباراه الاولى للدور نصف النهائي لدوره المرتبط. عايز اقول لكم على نظام دوري المرتبط اللي بيتلعب دلوقتي، كل فريق بيلعب التاني مباراتين كبار ومباراتين للمرتبط تحت 16 سنه. اللي بيكسب مجموع الاربع مباريات هو اللي بيصعد للدور التالي. يعني في دور الثمانيه النادي الاهلي واجه نادي الزمالك، وحسم النادي الاهلي التاهل قبل مباراه الدرجه الاولى الثانيه، لان كان فريق الدرجه الاولى فاز بالمباراه الاولى وفاز بمباراتين صغيره من لفريق المرتبط. فالمباراه الرابعه ما كانتش بقى مهمه وكان في اصابات، وكابتن اشرف رايح معظم لعبته، وانتهت بنتيجه الفوز نادي الزمالك بفارق 3 نقاط بعد ما كان الاهلي كان كسبه فرق 23 نقطه في المباراه الاولى. اما نادي سبورتنج فواجه في دور الثمانيه فريق نادي نادي سبورتنج فاز على محمد مصطفى زهير. كوتش خلينا انا في 3 4 كوتش خلينا انا في
انت جمال هنا خلاص، محمد مصطفى هو اللي هنا. اوكي خمسه زهن ماشي ماشي. اوكي عايزين نلقب كده نشوف شكله ايه. يلا يا رجاله 1-3. مرة تانية أعزائي المشاهدين مع الربع الثاني من مباراة النادي الأهلي ونادي سبورتنج في مباراة النصف النهائي لدوري المرتبط. انتهى الربع الأول بتقدم نادي سبورتنج 19-18. زي ما كنت بقول لكم ان دوري المرتبط بتلعب مباراتين للكبار ومباراتين للصغيرين. اللي يفوز في مجموع 3 من الأربعة يتأهل، لو تعادلوا 2-2 بيرجعوا إلى مباريات الفرق الكبيرة ويشوفوا السكور فرق السكور. دلوقتي احنا شايفين الكابتن اشرف توفيق بيتكلم مع الكابتن تامر وبيطلب منه ان واحد بس يقف. طبعا كابتن سيد مصطفى واقف ورا الكابتن اشرف توفيق والكابتن الجرحي كمان. نرجع للمباراه اللي ابتدت. يوسف رفعت، يوسف رفعت، اشرف ربيع، يوسف شحاته، اشرف ربيع، يوسف رفعت، اشرف ربيع بيدافع عليه كويس قوي الجمال وفعلا بيخبطها في الجمال وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. لسه السكور زي ما هو 19-18 اهو شفنا اهو ادي يوسف ربيع وفعلا الجمال خبطها في رجليه وطلعت اوت سايد على نادي سبورتنج. دفاع بطول الملعب من نادي سبورتنج بيغير ايقاعات دفاعاته. جمال بيطلع لمحمد مصطفى، محمد مصطفى بيعدي الملعب، بيعدي ابراهيم لاحمد حمدي لالكسيانج. احمد حمدي دلوقتي نزل، الكسيانج دلوقتي بيلعب كلاعب خارجي او مركز ثلاثه وفي اثنين سناتر تحت الباسكت احمد حمدي وسيف سمير من النادي الاهلي. فعلا اوت سايد على نادي سبورتنج. كابتن اشرف وكابتن سيد مصطفى بيشجعوهم على الضغطة اللي حصلت دي واسترجاع الكرة مرة أخرى. شجع سمير إن هو مجالها، معلش أحمد حمدي. الوافد الجديد للنادي الأهلي هذا الموسم كان بيلعب في دوري الجامعات الأمريكي. أليكس يانج 6 ثواني بيخترق أليكس يانج وبيخش وهو داخل. أشرف ربيع بيرتكب خطأ ضده. يستجوا رميتين حرتين. لا حسبوا على عبد الرحمن خالد، هنشوف هو فعلا على نمره 4 لمتين حرتين لصالح أليكس يانج. الحكم بيقول له انت كويس، بيقول له تمام. أليكس يانج لمتين حرتين، بيضيع الاولى ودي غريبه جدا، معلش. الرميه الثانيه لأليكس يانج بيسجلها وبيعادل النتيجة 19-19 مع بداية الفترة الثانية. يوسف ريبعت، يوسف شحاتة سبورتنج، النادي الأهلي بيلعب زون ديفنس 1-1-3-1. يوسف رفعت لعز الليسي، عبد الرحمن خالد بيخش لكن ما بتسجلهاش. لما مودي بس وحشة قوي يا مودي، معلش معلش، كان فرصة لأول مرة النادي الأهلي يتقدم. ترجع كرة تاني لنادي سبورتنج 19-19. يوسف شحاتة ليوسف رفعت، يوسف شحاتة لعز، عز الدين فريد ليوسف شحاتة، يوسف رفعت لعيب صغير وجميل اسلمها سيف يشوف بتاعتها ما تجيش. سيف يطلعها على أليكس يانج، أليكس يانج عايز يروح للآخر، عايز يروح للآخر لكن يوسف رفعت بيقطع منه وبيعدي طلع ليوسف شحاتة. ثلاثية من يوسف شحاتة ما تسجلش ولما سيف لمودي، نهدي بقى الملعب يا مودي شويه، نلعب بقى الهجمه كامله. سيف سمير الجمال، الجمال بيقف كده وشوت ميديم شوت هارد لك يا جمال، معلش. لما عبد الرحمن خالد لعز الدين فريد ليوسف رفعت
لسه النادي الاهلي بيلعب دفاع منطقه. عز الدين فريد، يوسف رفعت بيخش طلعها لاشرف ربيع، لعز الدين فريد، ليوسف رفعت، يوسف رفعت ثانيتين بيقف ويشوط مع الثانيه الاخيره، لكن بيلمع اشرف ربيع ريباوند. يا جماعه مش معقوله بعد كل دوت ياخدوا ريباوند تاني. اشرف ربيع برافو يا سيف، دفاع جيد قوي على عبد الرحمن، طلعها ليانج لمودي، مودي مودي بيوصل وما بيجيبهاش لمعز الدين فريد، بيوصل لاخر بيقف ويشوط، سيف سمير يطلعها من على الباسكت، ولكن عبد الرحمن خالد يلمها وهو طالع. ابراهيم الجمال ارتكب خطا ضده، 19-19 وفات 3 دقائق الا ربع من زمن الربع الثاني، سكور ضعيف قوي، سكور ضعيف قوي. وادي تغيير تاني في صفوف نادي سبورتنج، بينزل احمد هشام وبيطلع يوسف رفعت، بيحيي كابتن وائل بدر طبعا الجهاز التدريبي لنادي سبورتنج احنا ما قلناهوش، كابتن وائل بدر مدير فني، وكابتن طارق صبحي مدرب عام، والكابتن هيثم كامل مدرب، والكابتن صالح سامح صلاح مدير اداري، والكابتن الشبكاتي مساعد اداري واخصائي احصاء. بيجيب الاثنين وتتقدم سبورتنج 21-19. سيف سمير، يانج يانج يانج، فاول لصالح يانج على رقم 9 عز الدين فريد، اوت من حد الجانبي اهو. بص يانج بيعدي وعز بيزقه اهوت، ده فاول صح، برافو على مخرجنا اللي عاده هايله. الجمال ليانج، يانج بيعدي وبيوصل وبيحط الباسكت وبياخد فاول، برافو يا اليكس يا يانج. ايوه يا غايك اشتغل، احنا في ظروف صعبه في الفريق، نجوم الفريق اللي بيشاركوك التسجيل ربنا يعافيهم، عمر الجندي، عمرو الجندي وهاب امين وعفضيل عندهم كورونا. يانج بيسجل، يانج ويرفع اول مره تقدم النادي الاهلي 28-21. ارجو الشفاء العاجل لنجومنا ايهاب امين وعمر الجندي وعفضيل. احمد هشام، عز لاحمد هشام بيهوش، عبد الرحمن خالد بثلاثه ما بيجيبهاش، لما احمد حمدي ياخدها منه اليكس يانج، محمد مصطفى، اليكس يانج بعيد قوي يا اليكس يا يانج، سياره يلمها سيف، برافو يا سيف، طلع باصه صعبه قوي ياخدها سبورتنج. عز الدين فريد، عز الدين فريد بيحطها عاليه جدا ويجي من وراها عبد الرحمن خالد يلمها، اليكس يانج هيروح واحد على واحد وبيوصل وبياخد فاول، وهارد لك الكره تلف وتطلع على خورشيد اللي لسه نازل كمان من نادي سبورتنج. 23 سبورتنج 22 الاهلي، وفاضل 6 دقائق و12 ثانيه على نهايه الفتره الثانيه. اليكس يانج مسجل رمي الحره الاولى، برافو، رمي الحره الثانيه اليكس يانج. اليكس يانج ده على فكره يا جماعه تحس ان هو مولود في الاهلي، عايز اقول لكم في ماتشات الكوره في النادي الاهلي بيجي النادي ويقف مع الفرقه اكنه واحد من الالتراس في النادي الاهلي، هو معانا بقاله سنتين وداخل في مع الفرقه اكنه قديم فيها. تايم اوت بيطلبه كابتن وائل بدر المدير الفني لنادي سبورتنج. الاهلي متقدم 24-23. كيلو معايا، معايا معايا سيف، اليكس سيف، اليكس اتكلموا يا جدعان، وكل واحد قصاد واحد محدش واقف لوحده. احمد في الملعب، اديني ابو النصر شويه مكان جمال ابو النصر، وهنا وهنا حاتم، اوكي يلا تو ماتش توكينج مع بعض. مين الاوبي؟ خلي بالك انت فينا الخمسه، مين؟ اليكس فوق، خلي حد يا حمدي ورا، اليكس فوق، اليكس فوق، ها اليكس فوق، اليكس ماتش ابو زوان في 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 اليلوز، اوكي
اوكي اوكي اوكي اوكي تيك ريست خليك على جيمي ليل انت في الملعب اديني ابو النصر ابو النصر ابو النصر ابو النصر ابو النصر مكان اليكس ها يلا مرة تانية بعد ما سمعنا تعليمات الاثنين مدربين لفرقهم عودة لمباراة الاهلي وسبورتينج نتيجة 24-23 لصالح النادي الاهلي فاضل 6 دقايق على نهاية الربع الثاني النادي الاهلي غير دفاعاته للزون او ماتش اب زون ديفنس ماشي الكورة احمد هشام خرشت بيلف وبيشوط ما سجلش ولما سيف سمير لحاتم البحيري اللي نزل دلوقتي مكان مودي الجمال بحيري سيف سمير ابو النصر رايح شويه اليكس يانج كمان حاتم البحيري تدوير للمراكز اللعيبه عشان ناخد فرصه احمد حمدي ثلاثيه ما تجيش يلمها عبد الرحمن خالد يديها لعز الدين فريد عز هو داخل الحكم بيقول فاول على الجمال كابتن ياسر بيقول ان هو اتحرك برجليه هنشوف اهوت فعلا فاول على الجمال اوت من حد الجانبي لصالح نادي سبورتنج ادي يوسف شحاته خارج ونازل ابراهيم حجازي من نادي سبورتنج شفنا شوف العاده اهوت ابراهيم الجمال اتحرك هو الحكم شاف ان هو اتحرك وهو بيعمل البلوك ليه عز الدين فريد عبد الرحمن خالد عز الدين فريد عز احمد هشام ثلاثيه من بعيد ما بتجيش في صفاره شوف الحكم صفر على مين صفر على ابراهيم محمد ابو النصر اسف محمد ابو النصر بيقول له هو اللي ماسكني هنشوفها اهي الكوره متشاطه ومردوده هو بيقول ان ابراهيم هو اللي ورا فالفاول على ابراهيم محمد ابو النصر اسف هشام عز الدين فريق ابراهيم حجازي عبد الرحمن خالد حجازي بيشوط بثلاثيه سياره لما احمد حمدي الكسانج رجع تاني الكسانج رايح ابراهيم الجمال محمد ابو النصر ثلاثيه عبد الله ابو النصر لما خرشت عز الدين فريد لحجازي عز الدين فريد بيخترق يطلع لاحمد هشام خرشت متوسطه بيسجلها خرشت ويتقدم تاني نادي سبورتنج 25-24 وفاضل اربع دقايق و15 سنه على نهايه الربع الثاني بحيري حمدي وهو بيباص تيجي في رجل خرشت فالحكم بيجدد زمن الساعه سيف سمير بيغير وبينزل عمر طارق مره ثانيه يحيي الكابتن اشرف توفيق بحيري يانج بحيري فاضي على الثلاثيه بيشوطها وبيسجلها برافو يا حاتم بحيري اول ثلاثيه لحاتم البحيري يتقدم النادي الاهلي 27-25 احمد هشام عز طلع ل ابراهيم حجازي ثلاثيه ما يجيبهاش لما خرشت تطلع الحجازي تاني عبد الرحمن خالد احمد هشام عز الدين فريد ثلاثيه ما بتجيش لما اليكس يانج بيحاول يعمل الهجوم السريع يعدي اللعب بحيري حاتم البحيري بيخش لغايه جوه لكن خرشت بيعمل له بلوك يقول له انت رايح فين انا هنا باسم الليسي يرجع تاني
ويغرق عبد الرحمن خالد. ثلاث دقائق وربع على نهاية الفترة الثانية. بحيري ابو النصر طار عمر طارق لابو النصر لبحيري حاول يخترق لكن في دفاع جيد جدا من عز الدين فريد لاحمد هشام لعز لحجازي لخرشد لعز الدين فريد الليسي ثلاثياتك يا ليسي ما بيجيش يلمها حمدي لحاتم البحيري 3 على 2 ابو النصر برافو يا ابو النصر المره دي بيقولوا لا يا خرشد بقى انت عملت لي بلوك المره اللي فاتت انا المره دي عرفت احمي كورتي واحط باسكت وارفع النتيجه ل 29 25 لصالح النادي الاهلي دقيقتين ونص على نهايه الربع الثاني حجازي دخلها لباسم لحجازي لعز الدين فريد احمد هشام بيوقف ويطلع الكره لخرشد يا جماعه الباوند مره ثانيه ياخدوها نادي سبورتنج عز الدين فريد ثلاثيه وفي الاخر بيلمها احمد حمدي تبقى الهجمه للنادي الاهلي اليكس يانج بحيري نادي سبورتنج بيلعب زون ديفنس برضو وادي اليكس يانج بكل سلاسه بيقول لهم انا هنا وثلاثيه جديده ويرفع السكور ل 32 25 لصالح النادي الاهلي وفاضل دقيقه 40 ثانيه على الربع الثاني احمد هشام باسم الليسي عز الدين فريد حجازي بيحطها حلوه قوي باسم الليسي لكن هو طالع اليكس يانج يرتكب ضده خطا يسجل رمتين حرتين اعتقد ده الفاول الثاني لا الاولاني على اليكس حسب على رقم 5 اليكس يانج الفاول الاول على اليكس يانج اهو شايفين طبعا على ايديه وهو طالع وادي باسم الليسي بياخد نفسه لعيب جيد جدا انا معجب جدا السنه اللي فاتت بيه بيشوطها اوليه ما يجيبهاش من احسن الاربعات في الدوري المصري في نسب التصويب الثلاثي باسم الليسي لما الحره الثانيه بيحطها 32 26 لصالح النادي الاهلي دقيقه ونص على نهايه الربع الاول بحيري حاتم البحيري محمد ابو النصر عمر طارق ليانج حاتم البحيري ابو النصر ثلاثيه من ابو النصر ما بتجيش لكن ما فيش ريباوند عندنا ما حدش بيخش في الاوفنسيف ريباوند حجازي يوسف شحاته اللي نازل مكان عز الدين فريد دلوقتي لحجازي باسم الليسي يوسف شحاته ثلاثيه ما تجيش لما احمد حمدي بحيري لابو النصر بيخترق وبيوصل برافو يا ابو النصر المره دي البلوك اللي عمله خرشت بفاول لانه من ورا هنشوف هو بيحسب على مين الكابتن تامر على رقم 14 حسبها على يوسف شحاته نشوف كده هذا ابو النصر داخل اهو يوسف شحاته ماشي هي الفاول على خرشت ابو النصر بيسجل الرمية الحرة الاولى برافو يا محمد ده الخطأ الثاني على يوسف شحاته ويسجل حره راجل لعيب راجل مع ابو النصر ده يا جماعه يعني ما بتسمعش صوته وبيقاتل انا عايز اقول لكم ان هو تعرض لاصابه في ماتش الزمالك الاول جامده جدا ومع ذلك كان عنده اشتباه انه بعد كورونا عمل مسحه الحمد لله طلعت سلبيه امبارح كان قاعد في التمرين على جنب بياكل في نفسه عايز يلعب نسمع المدربين هيقولوا ايه في التايم اوت دوت وهرجع لكم تاني بعد التايم اوت احنا في الهيلو اسمع يا عمر رسام اف زي بلاي فور اوت اند وان هير ذات مينز ذيس جاي ويز فايف 3 و4 ويز ذوز لازم تماتش مع واحد
يعني ما ينفعش يبقى عمر هنا واقف لوحده واحنا في هنا عمر هنا واقف لوحده في بوست ففي واحد طالع معاه حمدي زهير مثلا او هنا جمال فبص تلاقي ايه هنا عند حمدي تو بلاير واحد اثنين لان ايه لان عمر واقف لوحده ماتشابه كل لازم تاخد واحد ويا ريت خمسه يماتشب مع خمسه الدنيا هتتظبط ها في السكرين ليه زي ما انت بتعمل اعمل الكونتين او الصوت عالي 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 اكيد بص يا جماعه بص احنا بنلعب ايه احنا اصلا بنلعب ايه في بريشر الاربعه التانيين جوه عمر يلا يا يعني من بعيد قوي انا هو بيخش لنا في وسطنا مش عارف ليه اول مره فيه يعني من هناك من نص ملعب يناديه مرة تانية نرجع للملعب واخر 45 ثانية في الربع الثاني والنادي الاهلي متقدم 34-26 بعد ما استمعنا لتعليمات الاثنين المدربين النادي الاهلي بيلعب دفاع بطول الملعب يوسف شحاتة احمد هشام توصل نخش لاحمد هشام 11 ثانية على نهاية الهجمة يوسف شحاتة طلع لاحمد هشام هيشوطها طبعا حجازي اي حاجه عشان الزمن لكن خرش بيلمها من عمر طارق وجدد ثمن الهجمه مع 16 15 ثانيه على نهايه الفتره كابتن وائل بدري بيقول لهم هجمه واحده طول الهجمه احمد هشام اي حاجه برده ما بتلمش خمس ثواني ثلاث ثواني على نهايه الربع الثاني وكابتن اشرف بيطلب التايم اوت الثاني بتاعه نسيبكم وتسمعوا هيشوف يعمل ايه في الثلاث ثواني اللي فاضلين دول فيها بسطين اشياء على القلب انا اسمع انا عايز هنا اتنين عايز هنا سي مثلا جمال اوكي جمال عايز هنا اليكس عايز هنا ابو خمسه عمر ها عايز هنا الواحد ماشي عايز جوديس جوديس كريم عمر لعمر عمر هياخد الكرة هنا ابو النصر كان هنا هتروح على الف هاز جو هير تو درايف اور اليكس اللي هيطلع اليكس اللي يطلع اوكي خلي بالك يعني عمر ما يستاهلش بص يا اولاد اسمعني عمر ما يستاهلش يطلع سكرين هتروح تاني ادي خمسايه ابو النصر هيجيب اليكس طرح لو مفيش حاتم هتيجي تصورني سؤال قوي فرصه جدا كتير مرة تانية واخد ثلاث ثواني من الربع الثاني لمباراة الاهلي وسبورتك في دوري المرتبط ثلاث ثواني كابتن اشرف توفيق خد تايم اوت هيقول لهم على حاجة يعملوها في الثلاث ثواني هنشوف اللعيبة هتقدر تطبق اللي اتكلمنا فيه كابتن اشرف توفيق ولا لا الجمال البحيري خلاص ما فيهاش لازم شوطها من بعيد خلاص لكن عز الدين فريد بيحاول يشوطها البحيري يعمل له بلوك وهكذا اعزائي مشاهدي ومشاهدات قناه النادي الاهلي ينتهي الشوط الاول من مباراه النادي الاهلي ونادي سبورتنج في دوري نصف نهائي دوري المرتبط بتقدم النادي الاهلي 34-26 استراحه قصيره ونبقى استراحه قصيره ونعود اليكم في هذا في هذه المباراه الهامه في دور قلب النصف النهائي لدوري المرتبط اوكي ودلوقتي اسيبكم مع الزميل العزيز هيثم السعيد وضيوفه الكرام والاستوديو التحليلي السلام عليكم
كل الشكر للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد وضيوف الكرام في الاستوديو التحليلي كباتنا وكباتن مصر الكابتن محمد سيد سليمان سلعوة والكابتن عماد مراد على الأداء التحليلي الجيد اللي عملوه بين الشوطين للمباراة. مرة تانية من صالة هيئة نادي القناة من صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، والشوط الثاني من مباراة الأهلي وسبورتنج في دوري أو دور نصف الدور قبل النهائي لدوري المرتبط. انتهى الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي 34-26. ده اليوم الأول سبق المباراة ديت، مباراة فريق المرتبط 16 سنة، واستطاع النادي الأهلي ان يفوز على فريق سبورتنج القوية بنتيجة 68-59. ان شاء الله يوم الجمعة سيلعب اليوم الثاني. قبل المباراة دي برضو كان في الطرفي نصف النهائي الاخر، نادي الاتحاد ونادي سموحة. نادي الاتحاد استطاع ان يتقدم في ويفوز بمباراة المرتبط ومباراة الكبار. نرجو ان شاء الله ان النادي الاهلي يفوز اليوم عشان يتقدم 2-0 زي ما الاتحاد متقدم 2-0. زي ما قلت لكم الفريق في النادي الاهلي بيمر بظروف صعبه جدا. فجاه 3 لعيبه اصيبوا بفيروس كورونا العين، ارجو لهم الشفاء العاجل وربنا يعافينا ويعفي عنكم. كابتن ايهاب امين نجم النادي الاهلي وكابتن عمرو الجندي والكابتن عبد الفضيل، اتمنى لهم الشفاء العاجل. وضحك حتى طبعا الكابتن اشرف توفيق في موقف صعب، بالاضافه ان مودي الجرحي كابتن الفريق وصانع الالعاب الاساسي متعرض لاصابه، وابراهيم الجمال النجم الاهلي بيلعب وهو مصاب. النادي الاهلي طلب من اتحاد السله ان هو ياجل مباريات اسوه بكل الالعاب لان عنده 3 لعيبه مصابه بفيروس كورونا، لكن اتحاد كرة السلة اجتمع واقر انه هو لن يتم تأجيل اي مباراة الا اذا كان هناك اكثر من 6 لاعبين مصابين بفيروس كورونا. هترك لسعادتكم التعليق على اللي بقوله دوت، هل من المفروض ان احنا نأجل مباراة لو في كم لعيب مصاب بفيروس كورونا؟ طبعا في الاخر القرار بيكون الاتحاد كرة السلة. الكابتن اشرف توفيق والكابتن سيد مصطفى والكابتن احمد الجرحي استعانوا بثلاث لاعبين او 4 لاعبين من فرق الشباب بالنادي الاهلي ليعوضوا النقص اللي موجود في الفريق. زي ما احنا شايفين اللي هيرمي الاوت ده محمود وليد، ده لاعب تحت 18 سنه، وفي بره عبد الله ناصر وحسام عبد الرحمن حسام، وكمان جوه ال 14 لاعب اللي موجودين معانا هنا في عمرو علاء زهران لكن هو بره السكور. تبدا المباراه ويبدا الشوط الثاني، وزي ما قلت لكم الاهلي متقدم 34-26. وده اليكس يانج، يا سلام يا اليكس، يا سلام يا عمر يا طارق، هاري هوب جميله بيعلقها اليكس يانج لعمر طارق، الحاجات اللي بنحبها كلنا نشوفها. كان لازم عمر يحطها دنك بس ما كانش في وضع يسمح له بكده. النادي الاهلي بيرفع دفاع متقدم 36-26 لصالح النادي الاهلي. عبد الرحمن خالد اي حاجه يلميها ويلمها اليكس يانج. محمد مصطفى مودي الصغير من ناشئين النادي الاهلي وخرج عارة سنتين ورجع السنه دي تاني، كان من احسن لاعبين في كاس العالم للشباب في دبي. يبقى النصر خش لكن تتقطع منه، وادي باصه وحشه جدا من رقم 23 ابراهيم حجازي. ادي الكابتن اشرف توفيق والكابتن احمد الجرحي، اجيال بتسلم اجيال، مدرب عظيم وكبير ان شاء الله بيسلم لمدرب هيبقى عظيم وكبير كمان. محمد مصطفى لابو النصر، محمد ابو النصر اليكس يانج بيخترق وبيعليها وبيسجل. اليكس يانج اون فاير، اليكس يانج ماشي كويس الحمد لله، كانت البدايه سيئه لكن بقى كويس. ابراهيم حجازي اشرف ربيع بيعمل له ستار، فعلا في حاجه اسمها عندنا في الباسكت موفينج سكرين او ستار متحرك، وده معظم اللعيبه المصريه بتغلط فيه، وما بنروح نلعب بره بتبقى عندنا مشكله. اخيرا ابتدى الحكام يحسبوها، ممنوع انك وانت واقف تعمل ستار يتحرك. ادي اليكس يانج الاختراق بتاعه جيد،
نرجع تاني الملعب. مدير مصطفى محمد مصطفى محمد ابو النصر ابو النصر لعمر طارق عمر طارق حاول يلعب ان وان طلع لابو النصر رجع له تاني في مساعده رايحه له اطلع يا عمر وهو طالع اشرف ربيع بيرتكب ضده خطا رميتين حرتين لسارع عمر طارق نتيجه 38 26 لصالح النادي الاهلي اه شايف عاملين دبل عليه كره وقعت من ايديه خدها تاني هو طالع طبعا ده دفاع غير شرعي فلازم يبقى رميتين حرتين الشوط الاولى ما بيجيبهاش عمر طارق رمى الحره الثانيه العملاق عمر طارق زي ما قلت لكم نجم من نجوم نادي الجزيره السابق النادي الاهلي عمل صفقتين من العار الثقيل هذا الموسم بالدعم الكبير اللي بيقدمه مجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب لفرق النادي ما بخلش على الفرقه ان شاء الله ربنا يوفقهم وادي حجازي بيطلع لاحمد هشام لاشرف ربيع لاحمد هشام احمد هشام بيدفع جيد اشرف ربيع عمر طارق يعمل له بلوك رائع برافو يا عمر لمحمد ابو النصر هو ماشي بيعترضه ابراهيم حجازي بخطا اوت سايد لصالح النادي الاهلي 8 دقائق على نهايه الربع الثالث هي الكره اهيت ملعب محمد ابو النصر مع الكوره محمد ابو النصر يا سلام بيغير اتجاهاته وبيخترق يا سلام يا ابو النصر يا سلام يا ابو النصر يا فدائي انا مسميه الفدائي الولد دوت برافو عليك يا ابو النصر بيخترق اختراق جيد جدا وسجل نقطتين ليرفع السكور ل 41 26 وادي تقطع الثاني من ابو النصر وبيخترق اديها لمحمود وليد برافو يا محمود يا وليد برافو يا محمود يا وليد الولد ده 11 دقيقه يا جماعه خلوا عينكم عليه ده لاعب تحت 18 سنه لسه والكابتن اشرف توفيق والكابتن سيد مصطفى والكابتن احمد الجرحي بيثقوا فيه بيثقوا فيه وبيدينه ثقه وبيلعبين جيم كبير زي دوت وهو ما خذلهمش بيقول لهم يا كباتن ان شاء الله انا هبقى قد الثقه اللي انتم مدينها فيا وحطيناها فيا في اصابه لحجازي الف سلامه يا حجازي الف سلامه عليك ادب النصر بيقطع الكره بكل اريحيه ونسيبكم مع التايم اوت بيك هير اند جو هير اوكي ابو النصر لوك فور اليكس فور فيت ديفيرس بكود ده مين هيز مان از هير انا 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 اهو ما خدش عمر وان ستيب عمر لسه ابو النصر ها ايوه ابو النصر شايفك عمر باك باونس باس زيسي زيسي ليسن جود باس جود باي جود 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 جو يا جماعه انا بتكلم نرجع تاني للمباراة بعد التايم اوت وبعد ما سمعنا تعليمات المدربين طبعا كابتن وائل بدر مدير فني نادي سبورتنج لان الفريق ازداد فاضطر يطلب تايم اوت 43 26 لصالح النادي الاهلي فاضل 7 دقائق 39 ثانية على نهاية الربع الثالث كرة مع نادي سبورتنج النادي الاهلي بيلعب دفاع بطول الملعب مان تو مان بطول الملعب احمد هشام عبد الرحمن خالد لاحمد هشام يوسف شحاته يوسف شحاته بيدافع عليه مودي يوسف ما بيجيبهاش يلمها النادي الاهلي اليكس يانج اليكس يانج محمود وليد محمود وليد محمود وليد هارد لك يا ولد هارد لك هارد لك ترجع تاني لاحمد هشام يوسف شحاته بيغير اتجاهاته كويس قوي وبيخش هو داخل لا مودي ما كانش واخد باله بيلف خبط فيه
يبقى خطأين رميتين حرتين لصالح يوسف شحاتة. اهو شوف بص مودي ما كانش باصص عليه وهو بيلف لف وشه فراح داخل فيه. طبعا مودي كان لازم يبص على الكوره عشان كده كابتن اشرف توفيق بيزعله بيقول له لازم تشوف الكوره. المبادئ الاساسيه للدفاع يوسف شحاته رميتين حرتين بيضيع رميه الحره الاولى. يوسف شحاته ورميه الحره الثانيه ما بيجيبهاش لمالكس يانج. محمد مصطفى عمر طاري تحت الباسكت فيها فاول دي لكن الحكم ما صفرهاش بيضيع عمر تطلع لاحمد هشام. احمد هشام اشرف ربيع احمد هشام رقم ستة محمد سعيد الليسي ياخد الليسي الكبير بيضيعها. ابو النصر بيغير اتجاهاته جيد جدا يا محمد ابو النصر وهو داخل بيعترض محمد الليسي بفاول يبقى في رميتين حرتين لصالح محمد ابو النصر نجم اللقاء حتى الان من وجهه نظري هو واليكس يانج. بصوا تغيير اتجاه يا جماعه يا سلام على الرشاقه يا ولد يا سلام على الرشاقه بيضطر معاه محمد الليسي ان هو يعمل معاه خطا رميتين حرتين لمحمد ابو النصر بدايه رمي الحره الاولى ركز محمد ابو النصر بيسجل الثاني ويرفع الفارق ل 18 نقطة 44-26 وباقي 6 دقايق ونص على الربع الثالث. أحمد هشام محمود وليد بيصر على الخطأ فالحكم بيصفره له ده الخطأ الثالث على محمود وليد أعتقد. أوتسايد لصالح نادي سبورتنج كابتن أشرف بيريح محمد أبو النصر جود جاب يا محمد رائع ما شاء الله عليك وبينزل إبراهيم الجمال فعلا ده الخط الثالث على محمود وليد. اوتسايد لصالح نادي سبورتنج اهو شفنا الخطا اللي عمله محمود وليد طبعا ممنوع ان هو يحاول يقطع الكره من ورا فيبقى في احتكاك على طول. احمد هشام هيطلع الكره عبد الرحمن خالد يوسف شحاته بيقطع منه اليكس يانج لكن هو بيطح داس على الخط الجانبي كابتن ياسر بيقول له اوتسايد فيبقى اوتسايد على صالح نادي السبورتنج. احمد هشام يوسف شحاته تحت الباسكت لكن عمر طارق بيقول له رايح فين ممنوع هنا يا جماعه تخش موجود هنا على وادي اليكس يانج بغير اتجاهاته لكن عايز فاول لكن الحكم ما بيحسبش وضيع الكوره. خرشت احمد هشام عبد الرحمن خالد خرشت بيمو برافو يا خرشت بيعمل تمويه حته حلوه. الحكم هنشوف حسب الباسكت الحكم وبيدي رميه اضافيه معانا اعتقد ان الفاول ده في الدريبل اعتقد نشوفها كده لا كان مسك الكوره بيضيع الرميه الحره الاضافيه. عمر طارق بيلمها محمد مصطفى 44-28 لصالح النادي الاهلي. محمد مصطفى اليكس يانج ابراهيم الجمال عمر طارق بيحاول يخش لجوه لكن خرشت بذكاء كده بنقول احنا في الباسكت بيلبسه فاول مهاجم بكل الراحه الرياضيه بيقوموه. بص خرشت راح واقف على رجليه مع الدفعه باين ان في فاول. كرة لنادي سبورتنج محمد الليسي شحاته محمد الليسي يوسف شحاته احمد هشام بيموه يا محمود لازم تتعلم بقى من اخطائك مش معقوله تاني مره تعمل عليه فاول وهو بيشوط ثلاثيه وادي الكابتن اشرف بيزعق له محمود انت لعيب جيد لازم تتعلم من اخطائك خلاص الراجل عدى منك وبيشوط ما ينفعش تدافع عليه من ورا لانه هياخد يا اما يجيب الثلاثه يا اما هياخد ثلاثه. اه بص هو طلع مفيش دفاع من ورا كده ماشي
احمد هشام ثلاث شوطات، سجل الرمية الحرة الأولى. خبرات كبيرة احمد هشام سعيد ابن كابتننا الكبير هشام سعيد، مدرب نادي سبورتنج لأنسات لفترات طويلة، وحاصل مع نادي سبورتنج لأنسات على بطولات كتير. ادي الجهاز التدريبي للنادي الأهلي، جهاز الكبير أشرف توفيق وسيد مصطفى وأحمد الجرحي. أحمد هشام بيحط الرمية الحرة الثانية، وبيسجل الثلاثة من ثلاثة. برافو يا أحمد هشام، خبرة كبيرة. محمود ريب بيخرج والجرح بيشجعه، وبينزل محمد أبو النصر. 44-31 لصالح النادي الأهلي. 5:20 نهاية الربع الثالث. أليكس يانج، أليكس يانج بيغير اتجاهاته. يا سلام عليك، يا سلام عليك، يا سلام عليك، يا سلام عليك. رشاقة ومرونة وتغيير اتجاهات، وبيوصل للباسكت، بيسجل نقطتين ويحصل على خطأ برمية اضافية. شوف الستار، بص تغيير الاتجاهات، بص تغيير الاتجاهات يا جماعة، ما شاء الله يعني كويس، برافو عليك. رمية اضافية بيسجلها أليكس يانج، بيعيد الفارق ل 16 نقطة تاني. 47-31 لصالح النادي الأهلي. محمد الليسي، خرشد، شحاتة، يوسف شحاتة، محمد الليسي لخرشد. أليكسانج، يا سلام يا عمر يا طارق، بلوك رائع من عمر طارق، دي مستو عمر طارق هنا، سلامي على الاسيست وبيطلع. الحكم بيقول لا، هو لسه تحت مش طالع، لكن كده كده في رميتين حرتين، لان ده الفاول الخامس. لغى السلة، لغى السلة كابتن اشرف توفيق. بص هتشوف، هو بيقول لسه ما طلعش، فلغى النقطتين، لكن نادي سبورتنج ارتكب اكتر من اربع اخطاء شخصيه، فعشان كده عمر طارق ليه 200 حرتين. عمر طارق بيسجل رمية الحرة الأولى، برافو يا عمر. ما بيسجلش رمية الحرة الثانية لما خرشت. محمد الليسي، في هنا دبل تيم أو تراب زي ما بيقولوا. كابتن ياسر بيصفر فاول على إبراهيم الجمال، الفاول الثالث على ابراهيم الجمال. 48-31 فاضل 4:30. رميتين حرتين برضو علشان النادي الاهلي ارتكب اكتر من اربع اخطاء شخصيه في الكوارتر دوت. بيسجل محمد الليسي وبيسجل الثانية. تغيير، راجع عز الدين فريد وخارج يوسف شحاتة. ادي هجوم بطول الدفاع بطول الملعب من نادي سبورتنج، لكن النادي الاهلي بيخرج منها بكل خبرة. محمد مصطفى مودي، الجمال، ابو النصر، دفاع منطقة بيلعبوا نادي سبورتنج. وادي أليكس يانج، أليكس يانج ثلاثية بعد لقطة جميلة ومهارية عالية جدا. يا سلام عليك يا أليكس يا يانج. وادي فاول على محمد مصطفى، رميتين حرتين. يا سلام لو نعيد الكرة بتاعت أليكس يانج دي يا جماعة، لأن فعلا جميلة. مخرجنا الجميل عايز يحقق طول اهوت. ادي مودي، جمال، أليكس يانج بيعمل تفتها كويس وبيرجع في دوي لورا وبيشوطها بتاعته ويجي. احمد هشام ورميتين حرتين، بيسجل الرميه الحره الاولى. احمد هشام والرميه الحره الثانيه. بيسجل احمد هشام الرميه الحره الثانيه. 51-35 لصالح النادي الاهلي.
برضه نادي سبورتنج بيلعب دفاع منطقه ضاغط. النادي الاهلي بكل خبره بيطلعها للجمال فاضي وبيجرب حظه. مش ماشي يا جمال معلش هارد لك. لما عبد الرحمن خالد لخورشيد لاحمد هشام. احمد هشام لعز لعبد الرحمن لعز الدين فريد خطا لمحمد الليسي هو داخل على رقم 5 اليكس يانج. ده الفاول الثالث على اليكس يانج. رميتين حرتين لخورشيد بدأ الرمي الحره الاولى. مفيش حد بيلم تحت في الباسكت ده غلط. بيسجل الرمي الحره الثانيه ولسه نادي سبورتنج بيلعب دفاع منطقه متقدم 2-2-1. الجمال بكل عقل تطلع لابو النصر لمودي مصطفى للجمال محمد مصطفى. الجمال مصطفى ابو النصر اليكس يانج عمر طارق تدوير الكره بشكل رائع. عمر طارق بيلف وهو طالع في خطا. برافو تدوير الكره بشكل جميل وبعد كده بينزل الكره للسنتر او للاعب الارتكاز تحت الباسكت بكل اريحيه. بيحصل عمر طارق على خطا رميتين حرتين وادي تغيير هيريح اليكس يانج ونازل احمد حمدي. بيحيي كابتن سيد مصطفى كابتن احمد جرحي. وادي عمر طارق بيسجل رمي الحره الاولى. برافو يا عمر. عمر طارق ويسجل الثانيه. برافو يا عمر نجم كبير. نرفع النتيجه ل 53-36 لصالح النادي الاهلي وفاضل 3 دقائق وربع على نهايه الربع الثالث. وادي كمان النادي الاهلي بيلعب دفاع عالي او من اول الملعب. احمد هشام احمد هشام اشرف ربيع لاحمد هشام دفع عليه بطريقه جيده محمد مصطفى. احمد هشام شد ثلاثة وبيشحت الفاول لكن المرة دي محمد مصطفى ما عملش فاول. أو اتنين وحش من أحمد حمدي. كابتن أشرف متعصب. إيه ده يا كابتن أشرف؟ إيه ده؟ ربنا يكون في عون المدربين. ربنا يكون في عون المدربين. الحكم حسب خطأ فني على محمد أبو النصر أعتقد. اه بيناقش بيقول انا ما عملتش حاجه يا كابتن. شوف الجديه والصرامه في عين ابو النصر. الخطا الفني بيبقى رميه واحده بس وترجع الكوره لمكان ما كانت واقف اللعب فيها. رميه واحده احمد هشام ما بيجيبهاش ترجع الكوره لصالح نادي سبورتنج. وده اول ظهور لاحمد مهيب كان مصاب الفترة اللي فاتت. ربنا يوفقك احمد مهيب لاعب سبورتنج السابق واللي حصل النادي الاهلي على خدماته هذا الموسم. دي من الصفقات الكتير اللي عملها مجلس ادارة النادي الاهلي لفريق كرة السلة السنة دي. ربنا يوفقهم. عز الدين فريد عز الدين فريد برافو يا عز باصة حلوة قوي لكن فعلا بولتندج او لان الكرة وصلت لاعلى مستوى ليها وشيلها عمر طارق فلازم تتحسب نقطتين. 53-38 مهيب مودي جمال مودي مهيب برضه بندور الكورة. عمر طارق احمد مهيب حمدي حمدي بيلف وبيطلع. برافو هارد لك هارد لك يا احمد يا حمدي حلوة عملها بيد الشمال لكن ما بتخشش. احمد هشام عبد الرحمن خالد عبد الرحمن لعز الدين فريد اشرف ربيع احمد هشام احمد هشام لعز الدين فريد ثلاثيه الجيش لما احمد حمدي. احمد حمدي مش شغلتك يا احمد يا حمدي لازم توقف اللعب وتديها لصانع الالعاب لكن في الاخر احمد هشام بيرتكب ضده خطا يستوجب رميتين حرتين. بصوا هي دي مش شغلته يعني اللعيب الطويل دايما بيبقى
الدريبلينج او مهاره المحاوره بتبقى عنده طبعا مش زي القصيرين، فعشان كده بننصح طبعا في لعيبه طويله بتعمل محاوره بطريقه جيده جدا. احمد حمدي رمتين حرتين لاحمد حمدي، بدا الرمي الحره الاولى احمد حمدي، الرمي الحره الثانيه بسجلها، برافو يا احمد. 54-38 صالح النادي الاهلي. عبد الرحمن خالد، خطأ تاني على مودي، تسليم تامر لسه نازل، سجل تسليم من الله سليم. نادي سبورتنج السنه دي بيعتمد على مجموعه ابنائه وعلى مجموعه من اللاعبين الناشئين، برضو سليم ده من لعيبه ال 20 سنه في نادي سبورتنج، بس لعيب جيد. هو يوسف رفعت، محمد مصطفى، محمد مصطفى فاول على سليم لمحمد مصطفى، رميتين حرتين. في حوار او فاول، هو باين ان هو شده، وفي حوار بين الكابتن وائل بدر والكابتن ياسر حكمنا، حكم الاول بيقول له اتفضل في منطقتك الفنيه وانا اجي لك. اه بيقول له لازم تخش المنطقه الممنوع، ان المدرب يطلع من المنطقه اللي واقف عليها وائل بدر دي دلوقتي. وفي تكنيكال فاول كمان، يبقى ترمي رمي حره الاول وبعد كده هو ترميتين حرتين. رمي حره الاول التكنيكال فاول اللي حسب الحكم على فرقه نادي سبورتنج. جمال داخل هو عشان يشوطها، في الحاله ديت الحكم بيسال المدرب مين اللي يشوط التكنيكال فاول. الجمال بيشوطها ما بيجلبهاش. دلوقتي نرجع بقى للحدث الاساسي بتاع اللعب اللي هو كان فاول لمودي مصطفى اللي استوجب رميتين حرتين. ده التعديل اللي حصل من سنه كده او سنتين، ان التكنيكال فاول بيتلعب الاول وبعد كده تستمر احداث المباراه. محمد مصطفى، مش معقول يا جماعه كميه الفاولات دي، بيضيع الرميه الحره الاولى. محمد مصطفى وبسجل الثانيه، 55-39 دقيقة و 42 ثانية على نهاية الكوارتر الثالث. عز الدين فريد، كرة اتلخبط في رجليه، الحكم بيقول على الجمال ماشي. سليم، سليم تامر لعز فريد، سيف دلوقتي نزل مكان عمر طارق، وده اشرف ربيع بيلف باحمد حمدي، لكن سيف برافو عليك، ريباوند عايل، متابعه ارتفاعيه رائعه. محمد مصطفى، الجمال، سيف سمير، مهيب، احمد مهيب، محمد مصطفى اتقطعت من مهيب، قطع الولد الصغير الجميل سليم تامر، برافو يا سليم. 55-41 احمد مهيب على الثلاثيه، بيصوب بيتميز بيها احمد مهيب، اول ثلاثيه ليه في المباراه، برافو يا مهيب. 58-41 عز الدين فريد، عز الدين فريد فاول على سيف، طبعا فاول على سيف، اعاقه وهو بيتحرك، والكابتن تامر هو بيحاول يهدي الكابتن اشرف توفيق وجهازه، والناحية التانية الكابتن وائل برضه بيعترض. طب محسوب لك فاول يا كابتن وائل، يا كابتن سامع. أنا بشكر بالمناسبة كابتن سامع صلاح المدير الإداري لنادي سبورتنج اللي أمدنا بأسماء وأرقام اللاعبين، وكذلك بشكر الإداري الدينامو إداري فريق الدرجة الأولى الكابتن وليد الخراطة الإداري لفريق النادي الأهلي، وكذلك الكابتن طارق الغنام المدير الإداري للفريق على المعلومات اللي ادوها لنا الفريقين. الاهلي
الحكم واقف الملعب ما اعرفش هو بيقول انت بتقول كابتن وائل بيقول انت بتقعدني والناحيه الثانيه الناس واقفه فالحكام بيحاولوا يسيطروا على الجيم شويه بيحاولوا يقعدوا الناس كلها فاضل 43 ثانيه على نهايه الربع الثالث و58 41 لصالح النادي الاهلي ورميتين لعز الدين فريد بيسجل عز الرميتين الرميه الاولى وبيسجل الثانيه برافو يا عز 58 43 محمد مصطفى محمد مصطفى مهيب احمد مهيب احمد مهيب محمد مصطفى الجمال مهيب مهيب تخبط الكره في رجله الحكم ما هيجدد ال 14 ولا لا بيقول غير مقصوده للحكم اربع ثواني على نهايه الهجمه لازم نلعبها بسرعه شويه محمد مصطفى الجمال يطلعها لمهيب مهيب ثلاثيه يا ولد يا مهيب يا ولد مع الصفاره بتاعت 24 ثانيه مسجل ثلاث نقاط احمد مهيب برافو يا احمد عز الدين فريد سبع ثواني على نهايه الربع الثالث عز الدين فريد عبد الرحمن خالد اشرف ربيع ثلاثيه بيرد عليه وهكذا ينتهي الربع الثالث بتقدم النادي الاهلي 61 46 دقيقتين راحة وارجع لكم تاني مع بداية الربع الرابع والاخير في المباراة ما بروح بيع نفسك هو مش عامل حاجه تشوت اروح ابيع نفسي كل واحد فينا يا جماعه ركز شويه كل واحد فينا ركز وكل كوره لو سمحت عايزين نحكي في الجيم ما تقوليش هو هيدليع يا محمد مصطفى راجل هنا بيلعب واحد على واحد وانت معاك مالك واقف كده كل ده جاب ما تقفل كده شويه شويه دي شويه شويه ازهق ميه واقف انت هنا بالظبط واقف كده يا حبيبي لا يا بابا هو دخل فحصل بقى روتيشن وبتاع وسيف نزل يساعد هو اللي ضل حاط انما انت المفروض الكره هنا مش الكره هنا اهو راجل عايز يخش انت ماسك منك هنا والكره هنا اهي انا ما اقف كده ازاي ما تقف كده شويه شويه كده اهو اهو وحجم كبير كده عشان اساعد عايزين نتحرك اكتر في الاوفنس اسرع شويه طيب لحظه واحده فين سيف فين حمدي ماشي يا كابتن مهيب عايزك تتحرك بسرعه اكتر تو جيت فري محمد مصطفى بتدي له الكوره تروح ناحيته تقريبا تمام اهو كابتن حمد معاك كوره بتركيز يا حمدي ها فين خمسه اهو من غير فاول هاندو هتدي له مهيب روح حمدي لما يكون فاضي خالص بس اديها له لما اديك ايده لما اديك ايده الدلوش ويرجع جيبه يا كابتن اديله بص مهيب تيك جود ديزيشن ها جود ديزيشن ها اتس ماي اور بول ها اتس اور بول لا مرة تانية والفترة الرابعة والأخيرة من مباراة الأهلي وسبورتنج في الدور نصف النهائي من دوري المرتبط. النادي الأهلي متقدم 61-46 10 دقايق حاسمة في هذا اللقاء. سليم تامر أشرف ربيع عز الدين فريد عبد الرحمن خالد كل دول ناس سبورتنج عز الدين فريد عز الدين فريد بيحاول يخترق وبيخترق بيلمها عبد الرحمن خالد وبيسجل نقطتين لفريق نادي سبورتنج
وفي التطليع كرة سليم بيعمل فاول على محمد مصطفى، والبدر بيحاول يحمس لعبته عشان يرجعوا في الجيم، وهتدفع ضغط بطول الملعب بيعمله نادي سبورتينج في محاولة لتقليص النتيجة. ابراهيم الجمال، ابراهيم، محمد مصطفى، محمد مصطفى، مهيب، احمد حمدي، نادي الاهلي بيدور الكرة، طلع تاني مهيب، ثلاثية من مهيب، هارد لاك وسيارة شوية، يلمها عز الدين فريد، لسليم تامر، سليم، اشرف ربيع، عز الدين فريد بيخش مع محمود محمد احمد حمدي، يلمها احمد حمدي، طلع على مصطفى، مودي مصطفى، مهيب فاضي، حمدي، حمدي هو داخل يقف لاشرف ربيع ويعمل له بلوك، تطلع كرة وتصل على نادي سبورتنج. السكور 61-48 لصالح النادي الاهلي. سليم تامر، سليم تامر، اشرف ربيع، اشرف ربيع لعز الدين فريد، ثلاثية ما بتجيش. طبعا نادي سبورتنج بيحاول يقلص الفارق لان ممكن نلجا للسكور افريج من الفرقتين، لو لا قدر الله سبورتنج كسب الماتش الجاي والنادي الاهلي بيحاول يكسب بسكور اعلى عشان يحسموا اللقاء. مودي، مودي بيطلعها في الاوت، محدش خالص فيها، هو عايز يطلعها للجمال بس هو ما شافش الجمال فين. 61-48، 28 ثانية على نهاية المباراة. سليم تامر، سليم تامر، سليم تامر، عبد الرحمن خالد ثلاثية قصيرة يلمها مهيب، محمد مصطفى، محمد مصطفى، الولد سليم ده بيعمل ستيل كويس قوي، برافو عليه. سيف، مهيب، الجمال عايز يفضل واحدة بس، الجمال، مصطفى، ثلاثية مصطفى، برافو يا محمد يا مصطفى، ثلاثية في وقتها، برافو يا مودي الصغير، يرفع السكور ل 64-48، برافو يا مودي. حجازي، عبد الرحمن خالد، سيف بيدافع بطريقة كويسة وبيلمها وبيلمها عبد الرحمن خالد، بيرتكب ضده خطأ، برافو يا سيف، سيف سمير، أوسط لصالح النادي الأهلي، 7 دقايق ونص على نهاية المباراة. وادي تغيير، نازل محمد الليسي وخارج عبد الرحمن خالد، محمد مصطفى، احمد مهيب، احمد حمدي، احمد حمدي، مين هيفضله؟ محمد مصطفى لمهيب، اسيست رائع يا مهيب، 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 3 من 4 ثلاثيات، يا سلام عليك يا احمد يا مهيب، لعيب رائع رائع رائع، نرفع النتيجة ل 67-48، برافو الاسيست محمد مصطفى، برافو الثلاثية من أحمد مهيب، عز الدين فريد، محمد الليسي، أشرف ربيع بيستحل، أشرف ربيع خطأ على رقم 14 في النادي الأهلي، أحمد مهيب وأشرف ربيع بيمسك رجليه، ألف سلامة يا أشرف. بصوا الاسيست، بصوا الاسيست لاحمد مهيب، بكل ثقة على الارش بتاعه وما شاء الله يا مهيب، هايل هايل هايل. تغيير في صفوف نادي سبورتنج، هيخرج اشرف ربيع وينزل خورشيد، بعد يوسف شحاته نزل تاني مكان عز الدين فريد. 6 دقايق 48 ثانية على نهاية المباراة. محمد الليسي، سليم تامر، الجمال عامل سقوط في الدفاع رائع، قطع الكوره وبيلمها ويطلعها طويله لاحمد حمدي، لكن محمد الليسي يقطعها منه ويبقى اوت سايد لصالح النادي الاهلي من تحت سله نادي سبورتنج. محمد مصطفى يطلع الاوت، وادي احمد هشام كمان بينزل خبره، وبيطلع الشاب الصاعد الواعد سليم تامر، والبدر بيحييه محمد مصطفى،
احمد مهيب. مستعجله يا احمد مهيب المره دي ديت، لازم تاخد وقتك، لسه عندنا هجمه كبيره، لكن في الاخر تطلع اوت سايد على نادي سبورتنج. محمد مصطفى هيطلع الاوت. الجمال الجمال يا واد يا جمال يا واد يا جمال يا واد يا جمال، ايه الاسيست ده يا جمال؟ والله يا ابني لسه الورده فيها يا ابني، اسيست رائع لاحمد لسيف سمير، يرفع السكور ل 21 نقطة فرق. أحمد هشام، محمد الليسي، محمد الليسي بيخش طلع لأحمد هشام ثلاثية بيسجلها أحمد هشام، برافو. وادي محمد مصطفى بيستلم الكورة، أحمد هشام عمل معاه فاولين بس الحكم ما بيصفرش خلاص. الجمال، مهيب، مصطفى، مصطفى للجمال، برافو يا جمال لمهيب، بيخترق مهيب، بيسجل ما بيجيبهاش يلمها نادي سبورتنج. حجازي بيطلع كورة بيقطعها محمد مصطفى، برائع الكابتن اشرف بيحييه على الدفاع الرائع اللي عمله، وهو بيقطع الكورة بيرتكب رقم 14 يوسف شحاتة، خطأ ضده، ده الفاول الرابع، بيطلع محمد مصطفى وبيحيي كابتن سيد مصطفى، طبعا مش اخوات، وبينزل حاتم البحيري 77 دوت حاتم البحيري، بحيري سيف بيسقطها حلوة قوي احمد منير البحيري لكن ما بيجليها، احمد هشام بيقف وبيسقطها برضو محمد الليسي، كويس قوي، برافو يا ليسي، برافو يا هشام، اسيست برضو رائع، هنا خبره ابراهيم الجمال بيعمل اسيست رائع، وهنا خبره احمد هشام بيعمل اسيست رائع، وادي احمد حمدي بيخترق بقوه وبيسجل، برافو يا احمد يا حمدي. 71 53 خمس دقايق على نهايه المباراه. خرشت شحاته بيشوط من بعيد قوي، احمد شحاته ما تجيش، يلمها احمد حمدي، برافو عليك. بحيري بحيري حاتم البحيري، سيف سمير، الجمال ثلاثية من بعيد يا جمال، هارد لك، رجليه وجعته، انا بقول لكم هو بيلعب وهو مصاب، عنده جزء في الكاحل. وادي احمد هشام بيشوط بثلاثة بونت برضو وبيحتسب له خطأ الحكم بثلاث شوطات على البحيري. وادي الكسانج كابتن اشرف بيرجعه بقى في الوقت عشان يخلص على الجيم، اداله روحه كافيه، برافو يا احمد يا حمدي، بيخرج احمد هشام ثالث مره ياخد فاول وهو بيشوط ثلاثه بونت، خبرات عاليه احمد هشام بيسجل رمية الحره الاولى، احمد هشام الرمية الحره الثانيه ما بيسجلهاش، الرمية الحرة الثالثة لأحمد هشام بيسجلها أحمد هشام، تغيير أبو النص، مهيب راجع من إصابة فكابتن أشرف بيدخله سنة سنة، إداله تقريبا 8 دقايق أو 7 دقايق وهو استغلهم بطريقة جميلة، الحمد لله على السلامة مهيب، لسه اللي جاي تقيل كتير. بحيري سيف أبو النص جمال، البحيري بيخترق طلع لالكس يانج، 7 ثواني على الهجمه، بيقف سياره خدها سيف برضه سياره وتبقى في زمن 24 ثانيه، الحكام دلوقتي بيسالوا بعض الكره لمست ولا ما لمستش الحلقه، بيتناقشوا فعلا يبقى الكره لمست الحلقه وبعد كده لمسها فريق سبورت فخرجت اوت فبيتجدد زمن ال 24 هنشوف اهوت بتاع سيف لمست الحلقه. وادي الكابتن ياسر بيقول ان في خطا على رقم 14. ان
النادي الاهلي. مفيش 14 في الملعب اعتقد. ماشي. محمد الليسي. احمد هشام. بيتلخبط وتطلع الكرة منه اوت. 71 55 3 دقايق و40 ثانية على نهاية المباراة. ادي الجمال وماسكه احمد هشام، الاثنين خبرات كبيره، وادي فريق المرتبط للنادي الاهلي اللي كسب النهارده بالماتش ده سبورتنج في مباراه قويه جدا، كانت مباراه رائعه. فريق المرتبط البحيري، الجمال، سيف سمير، الجمال، بحيري. طبعا النادي الاهلي بيحاول يمشي اكثر وقت ممكن، النتيجه في صالحه. هيشوط البحيري خلاص، بيسجل البحيري ثلاث نقاط من اسيست رائع من ابراهيم محمد ابو النصر. واشرف توفيق بيسقف له، كابتن اشرف توفيق. 74 55 خرشد، محمد الليسي بيخترق الليسي وبيوسعه، كابتن اشرف بيزعلهم فين الدفاع. اليكس يانج، سيف سمير، بحيري بيحطها لابراهيم الجمال، لكن بلوك رائع من محمد الليسي للجمال لابراهيم ابو النصر. شحاته يخشب فاول من سيف سمير. اهو بص شوف داخل اهو سيف، طبعا قاطع نازل ايديه على ايديه، فطبعا يبقى خطا، يستوجب رمتين حرتين. 74 57 فاضل دقيقتين و45 ثانيه على نهايه المباراه. يوسف شحاتة بيضاع الرمية الحرة الأولى. الرمية الحرة الثانية ليوسف شحاتة. بيسجلها. سيف أليكس يانج. والبدري بيحاول يضغط من أول ملعب برضه، عايز يقلل الفارق. أليكس يانج فاصل من المهارات. سيف سمير، محمد أبو النصر، بحيري. بحيري بيخترق، بيحاول يطلعها لسيف سمير، لكن تخبط في خرشد وتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. فاضل 8 ثواني على زمن الهجمه. بحيري لأليكس يانج تحت الباسكت، وهو طالع بيحط السله، ومحمد الليسي بيرتكب معاه خطا. برافو يا أليكس. وادي عبد الله اللاعب الناشئ بيحييه. تغيير، سيف سمير طالع ونازل عمر طارق. دقيقتين 25 ثانية على نهاية المباراة. 76 58 بيضيع أليكس يان. الليسي يا خرشد، آسف. أحمد هشام. أحمد هشام حجازي لخرشد. احمد هشام عايز يشوط بثلاثه ما بيجيبهاش. اليكس يانج بيطلعها اوت لصالح نادي سبورتنج. دقيقتين وست ثواني على نهايه المباراه. ادي الكابتن اشرف توفيق، وادي الكابتن وائل بدر بيطلب تايم اوت، واسيبكم تسمعوا تقول المدربين هيقولوا ايه في التايم اوت دوت. او ام باوند هير ما تشربوا مع حد. نو 3 بوينت، نو 3 بوينت نيفر. اوكي لازم خلاص Thank you.
من جديد عودة مرة تانية لآخر دقيقتين وست ثواني في مباراة الدور قبل النهائي لبطولة المرتبط بين الأهلي وسبورتينج. النادي الأهلي متقدم 76-58. دقيقتين وست ثواني على نهاية المباراة. أحمد هشام لحجازي لشحاتة لهشام بيحاول يشوط ثلاثة بونت، مفيش حد بيلم غير خورشيد لحجازي يوسف شحاته ثلاثيه تخش وتطلع من هيلم عمر طارق لمها عمر طارق لمها طلعها الجمال للبحيري 8 ثواني على البحيري. لازم طبعا زي ما كلكم عارفين او اللي ما يعرفش ان لازم اللعيب او الفرقه تنقل الكوره من المنطقه الخلفيه للمنطقه الهجوميه الاماميه في اقل من 8 ثواني، فدي مخالفة 8 ثواني على حاتم البحيري. وادي الكابتن اشرف بيغير الجمال وبينزل محمود الجرحي احمد هشام شحاتة حجازي احمد هشام ومدور على ثلاثية لاحمد هشام دلوقتي عشان يخلصوا الفارق. حجازي ثلاثية ما بتلمس حاجة مع زمن ال 24 ثانية يبقى اوت سايد لصالح النادي الاهلي. دقيقة 23 ثانية على نهاية المباراة. النادي الأهلي متقدم بفارق 18 نقطة 76-58. محمد مصطفى برضو النادي الأهلي بيحاول يستهلك الهجمة. بحيري بحيري دخلها اسيست رائع لعمر طارق. اوعى دنك برافو يا عمر بيشجع نفسه يطلع ويحط كورة ساحقة من أعلى باسيست رائع من حاتم البحيري وياخد معاها رميه اضافيه. بص الاسيست بص الاسيست بص الدنك بتاع عمر طارق فوق كل الناس وبياخد خطا ورميه اضافيه ويرفع الفارق ل 20 نقطه وفاضل دقيقه وسبع ثواني. رميه اضافيه لعمر طارق برافو يا عمر نجم والله يا ابني لايق عليك الاحمر لايق عليك الاحمر. عمر طارق بيسجلها. طبعا عمر طارق ده من عيله اهلاويه كبيره جدا. انا عايز اقول لكم ان عمه هو الكابتن هشام سعيد عضو مجلس اداره النادي الاهلي لفترات طويله جدا 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 فهو مش غريب على بيته يعني. وادي احمد هشام ثلاثيه اي حاجه تنزل كده في ايده. وادي خورشيد بيرد على عمر طارق بيقول له انت حطيت دانك وانا هحط دانك. وادي اليكس يانج بيضيعها 40 ثانيه. احمد هشام شحاتة وادي خورشيد اربعة بونت ورا بعض خورشيد في تراخي كده فارق 17 30 ثانية على نهاية المباراة. يا سلام يا مودي يا سلام يا مودي كنترول على الكرة رائع كنترول على الكرة رائع وفي فاولات الحكم ما بيصفرش في الاخر صفر. 21 ثانية ورميتين حرتين لمحمد مصطفى مودي الصغير. نادي سبورتنج ارتكب اكتر من اربع اخطاء. بصوا بصوا الفاولات كل دي فاولات ومش في الاخر صفر الحكم لما الراجل وقع في الارض. رميتين حرتين لمحمد مصطفى بيضيع الاولى وبيجيب الثانيه 80-62. كده يبقى المباراه انتهت ويبقى كده النادي الاهلي متقدم على نادي سبورتنج 2-0 بمباراتين، مباراه للفريق الكبير ومباراه للفريق المرتبط. يوم الجمعه ان شاء الله ستقام المباراتين الاخرتين واللي فايز في مجموع المباريات يصل الى الدور النهائي ان شاء الله. سليم تامر بيسجل رمية الحرة الأولى ما بيجيبش الثانية لمال بحيري. لسه فريق سبورتنج بتلعب لآخر ثانية.
خطا على محمد الليسي، رميتين حرتين لصالح حاتم البحيري. اهو الليسي بيعيقوا. وادي فريق مرتبط بيشجع فرقته الكبيره، ابطال في كل المراحل. ادي البحيري بيسجل، البحيري بيسجل الشوط الثانيه وسجلها، يبقى 82-63، 13 ثانية. سبورتنج بيلعب لغاية آخر ثانية. أحمد هشام، أحمد هشام عز بيطلع يحط دانك. أبو النصر بيخترق وبيسجل، بيحصل رمية إضافية. طبعا مش ممكن يقفوا لأن في سكور افريج على الماتش اللي جاي. أنا هجيب باسكت زيادة عشان أخلي السكور كبير، علشان ممكن اتعرض لهزيمه الماتش الجاي ولا حاجه، يبقى عندي سكور افريج. ابو النصر بيسجل السلم وليه رميه اضافيه. ما بيسجلهاش، وهكذا تنتهي المباراه بفوز النادي الاهلي 86-65 في المباراه الاولى بين الفريقين الكبارين. انا مش عارف وائل بيعترض ليه، هو زعلان ان الفرقه لعبت. كابتن وائل بدر زعلان ان الفرقه وقعت ورايح تاجي على اشرف توفيق. كابتن اشرف توفيق، المفروض ان نتيجه اللقاءين هتحدد مين البطل، فانا لازم العب لغايه اخر ثانيه يا جماعه. انا ممكن اكسبك 21 بونت وانت تكسبني الماتش الجاي 18 بونت لا قدر الله، يبقى انا اللي كسبان. مفيش في الباسكت حاجه اسمها ان اقف 10 اخر 10 ثواني واخر 15 ثانيه ما العبش. ايه ده يا كابتن وائل؟ اللعب فير واللعب فير، مفيش أي مشكلة إن النادي الأهلي لازم ياخد الهجمة الأخيرة. وهكذا سيداتي يعني سادتي سيداتي أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي، تنتهي المباراة بفوز النادي الأهلي 84-65. وإلى أن ألقاكم في مباراة قادمة أحييكم وأترك لكم الاستوديو التحليلي في معية الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.